أي محل تاني يعني بالعالم، احنا هون بصحراء بنص ولا محل للإشي، يعني لأيات بني آدم اكسبيرينس مختلف تماما. يعني روح على المشروع هون بنفع تشوفه، اللي جذبني وخلاني أتعلم كان الـ Alternative Energy Sciences. في Energy Crisis عم بيصير بالعالم. Going to talk about a different way to produce gas to produce more heat. هذا سيستم بلشت أبني فيه بالفصل الماضي اللي مش موجود بالإندستري بالمرة. ناحية اجتماعية كتير كتير كبرني، يعني في ناس بتقول لي أنت كبرت أكم من سنة بس جيت لهون. ناس 24 ساعة مع بعض، احنا ساكنين بالكامبوس مع بعض. يعني الاحتكاكات بين التعليم والحياة السياسية وموضوع الديالوج كله والكونفليكت كتير كتير بخلي الناس تقوي علاقاتها.